اللهم صل على محمد خير من اتقاك، اللهم اجعلنا على خطاه سائرين، ولمنهجه متبعين، ولرسالته حاملين. يا رب نريدك ولا نريد سواك، فارزقنا بقلوب تتقيك، فليس لنا إرادة بدونك. وأنت الخالق القادر على أن تحيي القلوب وتشفي الصدور وتعين على الطاعة. يا رب تكالبت علينا الشهوات وليس لنا ربا سواك، فيا رب أنزل علينا بعفوك ورضاك. يا رب ما عصيناك عنادا ولا انتهكنا حرماتك استكبارا، ولكن الشياطين زينت لنا الحرام فزلت الأقدام. يا رب يا رب نشكو إليك فتن دخلت البيوت فملأت القلوب وبعدتنا عن طريقك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المطرودين وعن الجنة مبعدين وإلى جهنم سائرين. اللهم حبب إلينا الطاعة وكره إلينا المعاصي، واقذف في قلوبنا الخوف من عصيانك حتى نكون أهلا للإقامة بجوارك. أرنا الحلال حلالا وحببنا فيه، وأرنا الحرام حراما وكرهنا فيه، وارزق قلوبنا بالبصيرة، وأيقظ وعظ القلب فينا حتى نتقي عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا من المتقين وعلى الطاعة صابرين وعلى صراطك المستقيم سائرين، وأنزل علينا طوق النجاة فليس لنا ربا سواك. وصلي على محمد أتقى العباد، تحمل أعباء الرسالة وأدى الأمانة، فلا تخزله يا رب فينا، وفرحه يوم القيامة بينا. إننا بعده حملنا الراية وعلى طريقته سائرين وعلى منهجه متبعين، وأن أمته ما زالت. اللهم اجمعنا به في دار المقامة، واجزه يا رب بخير المكانة، وبلغه منا السلام.